الفنان العالمي اشرف فكري. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك. انا احنا بدانا مع بعض من اول الانطلاقه من ساعه وفاه عم شعبان رحمه الله عليه، وكانت هي بقى البدايه، فانت كنت من اول الناس بصراحه كان وشك حلو عليا ان احنا سجلنا مع بعض. يا رب دايما وشنا حلو مع بعض. يا رب دايما يا اخويا حبيبي. قالب الدنيا انت بالتصميمات اليومين دول، كله تصميمات اشرف فجلة اشرف فجلة، يعني ايه القلق اللي انت عملت؟ الحمد لله رب العالمين، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. الحمد لله اللي انا عملته في سنين فاتت مثلا من 25 سنه ولا 28 سنه، انا شفت حصاده دلوقتي. مصر كلها بتلبس حاجات مميزه زي اللي انا اخترعتها من زمان، وكانوا الناس بيهاجمون على ده، لكن النهارده بص حواليك هتلاقي كل النجوم، كل معظم الشباب حتى رجال الاعمال الكبار كله بيلبس بدله مختلفه. فانا لما سالت قبل كده على وشوشه وقالوا لي البدله ومش البدله، قلت لهم بفضل الله انا من حقي ان انا اقول انا اللي غيرت شكل البدله في مصر، وده كان من حقي، لان انا من البدايات دخل على حاجه و30 سنه، فاللي انا كنت بعمله زمان وكانوا بيهاجموني عليه، النهارده بقى حاجه الحمد لله رب العالمين قدام الكل، وكله بيشهد ان انا اللي عملت الاختلاف في شكل البدله في مصر، ودي نعمه من ربنا، فان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. يمكن اولاده كمان مكملين في نفس الاستاد، وكل النجوم الصف الاول، يعني اخر نجم انا لسه عامل له التصميم بتاع البدله بتاع الكفر، الملحن الكبير تامر علي اللي بيشغله مع عمرو دياب، مطرب وملحن تامر علي معروف اسم كبير، انا اللي عامل له تصميم البدله بتاع الكفر بتاع الشريط. والحمد لله رب العالمين كان عندي من حوالي شهر ابرام جاستن، ده ممثل مصري امريكي عاش في امريكا، جاء قعد 11 يوم في مصر، عملت له مجموعه بدل، فجاي من امريكا عشان ينزل ايام محدوده عشان اعمل له تصميمات ياخدها معاه. حمو بيكا بعد ما لبس بدل اشرف فجله بقى في حته ثانيه في التصميم. هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده، بس انا هقول لك، يعني بفضل الله تعالى، بفضل الله، يعني انا بشيل الشفاف من على اي نجم ايا كان اسمه، وبعلمه واخطط له ازاي يمشي، وبعد كده مش مشكله بقى، فانا اللي بشيل الشفاف من على ده او ده ولمعه وعلمه ازاي يلبس وازاي يخطف العين وازاي يطلع ترند، اوكي؟ بعد كده بقى اصلا مش كاتب عقد احتكار معاه، بعد كده بقى يجيب من بره، يجيب من هنا، يجيب من هنا. بس انت عرفت تلبس ايه؟ انا خطط، انا اللي بخطط وهم يمشوا على الطريق، مش مشكله بقى، اصلا مش كاتب عقد احتكار ان هو لازم يتعامل معايا، لا هات من اي حد في الدنيا، ولكن انا بخطط لك تمشي ازاي وتلبس ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا راجل بحب شغلي، بتعب، بصرف، ما عنديش استعداد اجامل واحد احسن مني ماديا 10 مرات، انا جامل حد محتاج. فانا مش من النوع اللي انا ممكن اعمل بدله عشان اعمل معاك فيديو، لا. ثلاث ارباع اللي انت شايفهم على الميديا والحركات دول بياعين شطار، دول ايه؟ بياعين شطار، لكن بالصناعيه، انا صنايعي وافتخر ان انا صنايعي. دول بياعين معاهم ميديا وفلوس وحركات وبيعملوا جو، لكن ما حدش عارف يركب زرار بدله، فهنا موضوع مختلف تماما. وانا اكبر من ان انا اتعب واشقى واجامل حد احسن مني ماديا عشان يعمل لي فيديو وانا اخد اللقطه، لا. انا اي زبون بيجيني، الزبون اللي بيدور عليا وبيجيني، وعمو بيك هو اللي قاعد يدور على اشرف فجله عشان خاطر يعمل له فيديو. في حد اخدني ووداني ليه عشان اتعامل معاه، وبفضل الله تعالى مفيش بدله انا عملتها لحمو ولما خد بقى ترند. بجانب كل بني ادم بيبقى فيه دفوهات في جسمه، الصنايعي الشاطر بس اللي بيعرف يعالج الدفوهات. انا مفيش بدله عملتها لبيكا الا لما خطفت الكاميرا في دفوهات في جسمه، ولكن الصنايعي الشاطر بيعرف يعالج ده. اللي مش شاطر بقى بيكشف، اللي مش شاطر هو اللي بيكشف. فانا راجل بحب شغلي، والدليل على ده ان انا الحمد لله رب العالمين زي ما قلت لك، انا ممكن اجامل حد محتاج اعمل له بدله واتنين لكن ما اعملش بدله حد احسن مني عشان اعمل فيديو اخد اللقطه من جنبه. انا الزبون هو اللي يتصور معايا، عشان انا راجل اللي زي قليل، محدش بيحب شغله كده بقالي الامكانيات، وانا عامل فيلم، عامل ملابس لفيلم امريكي، دي ما حصلتش، يعني دي ما حصلتش في مصر خالص، ما حدش عمل ملابس فيلم امريكي وهو هنا بقالي الامكانيات، بقالي الامكانيات، انا بقالي الامكانيات بوصل لحتت اللي عندهم شركات ما بيوصلوش ليها بفضل ربنا. فده عشان انا بتعب في شغلي وبحب شغلي جدا، والدليل على انا بقول ده كله ان انا اعمل اللي انا فيها. كل شغلي وكل تعب السنين اللي فاتت هو اللي انت شايفه حواليك، هتلاقي كله لابس بدل مختلف، صح؟ ايه رايك في شخصيه حمو بيكا عموما؟ حمو بيكا حد طيب جدا وجدع وكل حاجه،
هو طيب ما فيش نقاش في كده، ولكن ممكن يكون حواليه حاجات ناس عفوي شويه يمكن بيتكلم. ما هو هم كانوا بيشبهوه بشعبان ليه؟ ايوه انا كان في اه كانوا بيشبهوه بشعبان عشان العفويه في الكلام والتعامل ونفس الموضوع، وهو اللي جواه على لسانه ما بيعرفش يزوق الكلام، فهم بيشبهوه بده. وفي نفس الوقت لما بدات انا احط التاتش بتاعي عنده في لبسه، بدا قال لك خلاص بقى يبقى هو ماشي في نفس السكه فعلا. وهو في يوم من الايام قالها لي، مش هكدب عليك يعني، هو في يوم من الايام قالها لي، قال لي انا عايزك تاخدني في سكه عم شعبان. يعني هو برضو اصلا مش هقدر افرض عليك نوع من اللبس معين الا لما تبقى انت عندك استعداد نجم، فعايز يبقى نفس ستايل. ما هو كله هو قال لي انا عايزك تعمل لي حاجات تدخلني في سكه عم شعبان، فهو الحاجات دي واكله عليه، مكملك الكاركتر بتاعه بعفويته ببساطته بالحاجات دي كلها مع لبسه المميز، فهو ده اللي ايه خلى الناس كلها تجمع. هو ضايقهم، ولكن الموضوع بقى اكبر من كده، بمعنى ان مصر كلها واوروبا طبعا في الاول كله بقى يلبس بدل مختلفه، فاي حد بيلبس حاجه مختلفه بيروحوا حاطينه فين؟ شعبان، لان هو اللي بدا الاختلاف، فاهمني؟ فاي حد هتلاقيه لبس مختلف يقول لك شعبان، فهو عشان بدا البدايه. لكن الموضوع بقى اكبر من كده، انها بقت موضه عالميه، كله بقى يلبس حاجات مختلفه. انت بص حواليك هتلاقي الموضوع غير البدل الكلاسيك اللي احنا متعودين عليها. فده فاذا ده اللي كان بيتهاجم عليه من سنين طويله، النهارده الراجل ده الله يرحمه المفروض ان هم يكرم على اللي عمله. واي نجم في مصر من فوق لتحت، من اول محمد رمضان لحد ما تنزل، كله بيلبس حاجات مختلفه. طب احنا الشياكه دي عامه يعني الفكره جات لك ازاي؟ الدهبيس دي تعمل الشكل ده؟ دي جت لي في لحظه من عند ربنا كده يعني. وخد بالك بقى، وافتكر الموقف ده، اللي جاي من اوروبا هو ده، اللي جاي من اوروبا هو ده. افتكر اليوم ده وافتكر الحاجات دي، وقول الحاجات دي انا شفتها واستغربتها، لكن فعلا الراجل ده بيكلم صح، ان انت هتشوفها في اللي جاي. سجلنا الفيديو وهنشوف هتشوف ان ما لقيتش اي حد في مصر بدا يشتغل على الطريقه دي بحق. وانا عامل فيديو على فكره ومسجله من بدري على ده، على شغل الدبوس ده. هي فكره، اصل الموضوع كله بيبقى ايه؟ النجاح فكره جريئه، فكره جريئه. ممكن واحده تنجح واحده ما تنجحش، لكن طول ما انت عندك بتحب مجالك هتقدر تعمل حاجه مختلفه لحد ما كله يجمع ويمشي وراها، زي ما احنا عملنا مشجرات والاختلاف كله ده ماشي ورا شغلي، صح؟ فالحمد لله رب العالمين، وكل مجتهد نصيب، محدش بيتعب. ممكن تتاخر شويه، لكن اللي انت عايزه او اللي انت بتحلم بيه هيجي لك يوم، هيجي لك. فالحمد لله رب العالمين. نورتنا، ودايما نقابلك في نجاح ان شاء الله. يا رب يا رب، انت اسعدتني والله العظيم، انا مبسوط بيك يا استاذ والله. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك.